هاي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 من امبارح. حلقه امبارح بقى كانت لايقه قوي على الجو الحر ده، اللي هو مش عايز اي حاجه غير شويه التاكوز اللي عملناهم امبارح. مبسوطه جدا بحلقه امبارح انها عجبتكم، وان الطرق كانت لذيذه وبسيطه وسهله حتى لو جديده. الاسماء كانت غريبه شويه، واللي هو يعني مين جواكامولي دي ايه حضرتك، لكن الناس تفاعلت معاها وانبسطت جدا برايكم في الحلقه. النهارده برضو الجو حر، بس ده ما يمنعش ان احنا نعمل طبق يكون بيتي كده، طبق حلو. يعني انا دايما حتى في البيت عندي لما نبقى اكلنا اكله زي امبارح كده، ايه تاكوز، إيه شاورما، حاجه بالعيش، مش اكل كده، مش غدا ورز وكده، احس ان احنا مهفتين زي ما بنقول، هفتانين. هنعمل ايه النهارده بقى عشان خلاص كده عايزين ناكل؟ هنعمل طاجن كباب حله او كباب حله، سواء حطيتوه في طاجن او حطيتوه في يعني عملناه في الحله وسويناه في الحله، فهو هائل. هنعمل كباب حله بالبطاطس، وهنعمل جنبه شوية رز حبة وحبة، في أحلى من كده؟ واعملي بقى أنت شوية سلطة وهتنبسطي جدا. بس أنا كان جالي في المنام جه في بالي كده إنه عايزة أعمل لكم الورق العنب اللي هو اليالانجي، ورق العنب البارد، بيليق قوي جنب أي أكل هنعمله. هيبقى عندك في التلاجة، هتطلعيه هتحس إن أنت بتاكلي حاجة شبه السلطة او مقبلات بارده بتطري كده، وطعمها مختلف تماما عن ورق العنب اللي احنا السخن بتاعنا العادي، سواء لو بتعمليه بلحمه او حد تاني بيعمله من غير لحمه بس سخن، بتعمل بمرقه وبيبقى شويه كده دسم، ده لا خفيف قوي، بتاكلوه في المطاعم الشاميه، ومشهور جدا طبعا اليالانجي في كل دول، يعني كل البلاد الشاميه، يعني سوريا، لبنان، الاردن، كل الناس دي بتاكل وبتعمل احلى يالانجي. فالنهارده اكلاتنا لذيذه ولطيفه ولايقه جنب بعضها، هنعمل كباب حله، هنعمل رز حبه وحبه، وهنعمل يالانجي. اشوفكم بعد الفاصل نبتدي حلقتنا. رجعنا من الفاصل وهنبتدي بكباب الحله وبالرز مع بعض عشان نلحق نسوي الرز، ونبتدي بقى كده نشوح في كباب الحله عشان هياخد وقت. نقول مقادير كباب الحله. محتاجين ايه؟ محتاجين لحمه رقبه من بوم ميت. احلى حاجه بقى ان بوم ميت عندهم لحمه رقبه متشفيه كده ولذيذه جدا، واحلى كباب حله يطلع بيها. محتاجين كمان كيلو وربع بصل كبير ويكون مفروم، لو حابه كمان تدخلي بصل او ورمه تمام جدا. 2 فلفل اخضر حراق، 2 فلفل رومي مكعبات، بطاطس مكعبات، دي محمره يعني اللي هنحمرها في الاخر، معلقه من الدقيق، 7 بهارات، جوزة الطيب، ملح وفلفل اسود، ومعلقه كبيره من الثوم المفروم، وممكن تزودي طماطمايه اذا حابه الصوص يبقى فيه طماطم، فلو مش حابه ما فيش مشكله. طيب نبتدي بقى بايه؟ ان احنا نسخن الحله بتاعتنا كده علشان عايزين كل حاجة سخنة. هاخد اللحمة ونقطعها مكعبات راس عصفور. طبعا كل ما اللحمة تبقى ملبسة كل ما هتديني صوص أحلى، وهتطلع معايا كباب الحلة أنعم، وهتلاقوه كده إيه، ليه طعم يعني مختلف طبعا عن اللي هي متشفيه خالص من الدهون وما فيهاش دهون، بتبقى حلوه وكل حاجه، بس اللي ملبسه شويه بتبقى برضو احلى من وجهه نظري يعني، طبعا المتواضعه يعني، اكيد ناس بتحب كمان اللي من غير دهون. هنقطعها كده انا هوريكم طبعا على كميه صغيره علشان مش عايزه ناخد وقت طويل في التحمير، علشان تبقوا بس شفتوا الفكره. انا كده كده ايه شغاله على العين التانيه في الكباب الحله التاني اللي هو كميته هتبقى اكبر. يلا بينا.
هناخد معلقه من السمنه او الزبده مع الزيت، بس الزبده او السمنه هتدي لون في التحمير هايل، فلازم شويه كده ايه محترمين عشان نحمر حلو. تعالوا كمان ناخد الحله بتاعت الرز نحطها على جنب كده علشان نحمر الرز، نعمل بقى الرز كمان بالمره. الرز بقى حبه وحبه ريحته بتبقى تحفه جنب كباب الحله. استنى السمنة تسيح، عايزة احط في الطاسة كمان شوية من الزيت كده علشان نحمر البصل الناحية التانية. تمام، بصوا بقى هننزل باللحمة المكعبات الصغنطوطة دي على السمنة كده، ناخد حتة كمان انا مقطعها قطع صغيره، تقدروا تقطعوها قطع اصغر من كده كمان. نيجي بقى هنا الزيت والبصل بتاع اللحمه، بصوا في العادي لو انا مش على الهوا دلوقتي هعمل ايه؟ هستنى لحد ما اشوح اللحمه كلها وهقوم نازله بالبصل. انا هعمل كده بس بساعد نفسي في الوقت ان انا اشتغل في حاجتين علشان الوقت بس. هنزل بقى كمان بحبه الرز اللي هنحمرهم هنا كده، مش شرط نص كميه الرز، ممكن ربعها براحتكم يعني. خلينا بقى ايه الرز مقاديره نزلت اهي على الهواء، وطبعا كل ستات البيوت الشاطرين والبنات الحلوين عارفين الرز بتعمل ازاي، بس ايه خلينا نعمله مع بعض كده تكه كده تكه كده. البصل على النار بالشكل ده، هحط بقيه كميه البصل علشان كيلو من اللحمه بياخد كيلو ونص من البصل، مبشور على الخشن متقطع مكعبات اللي هي متخرط تمام جدا، ما عنديش اي مشكلة، المهم كمية بصل كبيرة. خليني اودي دي عند العين العالية واجيب الرز هنا والبصل كده تمام. انا عايزة العين تبقى عالية على اللحمه علشان ما تبكش ميتها وتتحمر كويس قوي كاني بحمرها. بصوا اول ما حطيتها على العين العاليه عملت ازاي اهي. طبعا بقلب في الرز لحد ما ياخد اللون المظبوط، وتلاقوا الريحه كده بقت ريحه تحميص وريحه شبه ريحه الفشار، تبقى ريحته تحفه. اللحمه بتتحمر في السمنه، بصوا عايزاها تاخد لون متحمر بزياده، لان اللي انا بعمله ده هو اللي هيطلع لي لون كباب الحله الغامق اللي انا عايزاه.
هيطلع من البصله المتحمره، هيطلع من اللحمه اللي اتحمرت. البصله طبعا بتاخد وقت، عشان كده قلت لكم ايه على الناحيه دي والناحيه دي. ممكن اعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنزل بشويه من الفلفل، انا سامعه، استنى، هنزل بشويه كده من الفلفل الاسود، شويه من البهارات وهي بتتحمر، مش هحط كل حاجه يعني، بس انا عايزه ايه وهي بتتحمر كده اشم ريحه البهارات. طيب احنا ممكن نطلع فاصل ونرجع تاني، ايه رايكم؟ يلا بينا نطلع فاصل سريع ونرجع جري، ما تروحوش في اي حته. رجعنا من الفاصل، بعمل ايه بقى طول ما انتم مش موجودين؟ بقلب هنا وبقلب هنا وبقلب هنا، مفيش حاجه ما كنتش بقلبها. اي نعم طبعا كل الناس دخلت ساعدتني وقعدت تقلب معايا في كل حته، بس ده اللي احنا كنا بنعمله في الفاصل. ايه الوضع دلوقتي بقى؟ الرز خلاص بقى لونه كريمي كده شويه، يعني ابتدى يغير في اللون. خدي بالك من الجناب على طول لجوه، من الجناب على طول لجوه، تقليب مستمر علشان يبقى كله لون واحد. اللحمه ما رضيتش اشيلها الا لما ترجعوا لي عشان تشوفوا درجه لون اللحمه قبل ما ارفعها من على النار. يلا بينا، بصوا اللحمه بقت محمره ازاي، اهي محمره لونها تحفه، ما نزلتش ولا نقطه ميه ولا اي حاجه، وهو ده اللون اللي انا عايزاه بالظبط. تمام، هنشيلها كده من الزيت والسمنه وكل الحركات. زي ما قلت لكم وانتوا في البيت هتعملوا ايه في المرحله دي، هتروحوا في نفس الزيت ده، ممكن تزودوه معلقه سمنه او حبه زيت وتنزلوا بكميه البصل بتاعتكم. تعالوا بقى نعمل كده ولا كاننا عملنا حاجه. انا كل اللي كنت عاوزاه اني اكسب وقت مش اكتر. هنزل كده البصل عشان ياخد لون بني لذيذ، لون ايه يا رغده كنت بتقولي لي في وداني؟ لون ايوه رز صياديه بالظبط، اللون البراون ده المظبوط، اللون البني المظبوط. تعالوا نبص كمان هنا على الرز عشان لازم ننزل بالرز دلوقتي، نقلب تقلبتين كده في البصله لحد ما ايه نطمن ان هي اخدت لون لذيذ. تعالوا نسيبها هنا على جنب. هنا الرز، خدوا بالكم الرزايه اللي بتتحمر دي بتفتح، فاحنا بنديها لون اغمق من اللي احنا عارفينه او بيطلع معانا، علشان هي كده كده هتفتح. خدوا بالكم كمان ان احنا هنا انا مستخدمه رز مغسول اوريدي، اللي بيجي مغسول جاهز، يعني ما بغسلش رز. ده بيسهل عليا جدا خصوصا المتحمر. عارفين بقى التاني اللي هو بنغسله ده، لو قعدنا بقى على النار هيقعد يمسك في بعضه والميه تطرطش، وتلاقوا الرزاية كسرت، ويعني ما بتبقاش الطف حاجه خالص. لكن انتوا زي ما انتوا شايفين كده بيتحمر بمنتهى السهوله وبياخد لون بمنتهى السهوله. اهم حاجه نبقى جاهزين بالرز اللي هينزل دلوقتي، علشان لما نطمن ان اللون تمام ننزل الرز على طول، تبقي مسخنه ميتك ويبقى كله تمام، علشان تظبطي الظبطه اللي انت عارفاها. وانا واقفه افتكرت حاجه لطيفه بعملها في كباب الحله، ممكن تكون مش موجوده عندكم في المقادير، فضيفوها على المقادير، وهي مكعب من مرقه اللحمه.
مكعب من مرقه اللحمه، بس مش دلوقتي، مش هنحطه دلوقتي، خليه معانا. اهي اللحمه اهي والمكعب اهو، هننزلهم مع بعض بس لما نطمن ان البصلايه نفسها اخذت لون لطيف. تعالوا نشوف الرز اخباره ايه، مش عايزين ننساه. احنا في الرز اهو. معلش استاذ احمد، بس انا اسف. بتيجي هنا وتيجي هنا صح. اهو بصوا اللون، اللون كده هايل. ستاند باي بقى عندي من 1 لـ10 علشان تنزلي بالرز. الميه بتغلي وهروح، لا انا هقلب هنا عند البصله وانتوا يعني خليكم زي ما انتوا. اوكي. وهروح تاني هنا علشان اطمن ان اللون بقى تمام، علشان انا عندي مشكله يا جماعه في الشعريه الفاتحه اللي هي بتبقى لونها مش متحمر، وعندي مشكله في الرز الحبه والحبه اللي هو برده الرزايه ما بتبقاش اتحمرت قوي. ولو عايزين تعملوا الرز اللي بالخلطه، عارفين الرز اللي بالخلطه اللي بنحرق له السكر، دي الطريقه الثانيه على فكره بتاعته. يعني انتوا ممكن بدل ما تحمروا له سكر بتحمروا الرز كله كده، كل كميه الرز كده، وتحطي بقى بعد كده المرقه وتحطي البهارات وتحطي كل الحاجات اللي انت بتحبيها كلها، وتمام تسوي الرز على كده. دي الطريقه الثانيه عشان دايما بتسال عليها. انا بحب اللي بالسكر عشان طعمه المسكر، يعني انا بحب احس في طعم الكراميل ده اللي في السكر، بيبقى لذيذ قوي. طيب اللون كده ممتاز، ننزل بالرز ونقلب تقلبتين، وننزل بالملح والفلفل ورق لورا. يلا اذا حابين ورق اللورا والحاجات دي بتبقى اضافات يعني، مش اهم حاجه خالص، بس بما اننا بنعمل ايه اكله مصريه فممكن نعمل كده وتبقى لذيذه قوي كده. الحله بتبقى سخنه قوي، فالرزايه الثانيه البيضه بتبقى تمام جدا على فكره، بتبقى اخدت السخونيه بسرعه، وعشان الرز مش مغسول فمفيش ميه نزلت معاه. هنزل بالميه المغليه المعيار العادي بتاعنا، ونهدي النار. ممكن نوديها الناحية دي كده ونهدلها النار خالص. ناخد البصلة، وعايزة تمام نقفل بقى كده. انا هديت النار تمام، بس طبعا ايه لسه على ما تاخد وقتها. بصوا بقى البصلة، بصوا البصله بقى لونها ايه كمان، علشان الزبده والزيت اللي حطيناه في الاول اوريدي كان اخد لون بقى من البهارات ومن اللحمه ومن القصه دي، فاحنا ايه غمقي بقى شويه علشان يظبط معاكي. هنغمق كمان بايه بس مش هن يعني هتحطي البهارات وتنزلي باللحمه سريعا عشان البهارات برده ما تتحرقش بزياده. نعمل كده، يلا ممكن تغمقي ازيد من كده على فكره، ما عنديش اي مشكله. يلا الملح والمرقه، بصوا مكعب المرقه دلوقتي كده، وقلبي بقى، قلبي 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 كده على حسب بقى درجة اللون اللي انت بتحبيها كمان للايه؟ لكباب الحلة. يلا بينا ننزل بالفلفل عشان ريحته تطلع كده، ما تحطيش الحاجة نية. فلفل حامي، قرن الفلفل الحامي ده خطير. عايزة تحطي طماطمية مبشورة برضو بتبقى حلوة، مفيش مشكلة. وهننزل بالثوم وإضافة لذيذة برضو ممكن تحطيها هتساعدك في السوى وفي الطعم، معلقة سكر. فلو تحبي تضيفي معلقة سكر ضيفيها دلوقتي. ننزل باللحمة بتاعتنا اللي احنا شوحناها لحد ما بقت زي ما انتوا شايفين كده. تقلبي قلبي بقى
اللي بيه كويس. تعالوا نشيل كده الحاجات على ما هي ايه تتقلب كويس مع بعضها، ونغطي الرز كمان بورقة فويل. هو يعني لو احنا ما حطيناش ورقة الفويل دي مش هيستوي؟ لا طبعا هيستوي، هيبقى فله، بس الاحسن والاضمن لو بتطلعوا على الهوا تحطوا الايه ورقة الفويل دي، اسرع طبعا البخار بيتوزع احسن، بنقفل عليه بنكمره خالص، فيعني ايه منعا لان احنا نلاقي حتة وحتة. واظبطي دايما عين البوتاجاز كده علشان مفيش حتة وحتة. تقليب وبعدين هنعمل ايه؟ هنجيب المياه المغليه اللي احنا شغالين بيها برضو ونعمل كده. انا ممكن اسيبه على فكره يغمق اكتر من كده، بس انا عشان الوقت، فلو حابين تسيبوا البصله سنه كمان تغمق اكتر من كده ده هيبقى افضل لي بكتير. هنزل بالميه، ما احبش املى ميه بزياده قوي، يعني احب كل شويه عشان احافظ على طعم وقوام الصوص. كل شويه اقوم فاتحه وحاطه ميه تاني. المفروض ان انا اعمل ايه بقى دلوقتي؟ اوطي النار خالص واسيبها تستوي على نار هاديه ومليش دعوه بيها خالص لمده ساعه ساعه ونص، تغمق وتبكبك وتستوي وتبقى بقى علشان تبقى مستويه خالص كده. كباب الحل حلاوته ان اللحمه تبقى مهريه والصوص يتسبك، والكلام ده مش هيحصل الا لما تبقى سلو كوك زي ما الاجانب بيقولوا. تقفلي النار وعلى نار هاديه بالراحه كده لحد ما يستوي تماما. نطلع فاصل سريع ونرجع نعمل ورق العنب، ما تروحوش في اي حته. ورجعنا من الفاصل. بعمل ايه؟ هوريكم بقى دلوقتي المفروض ان انا ايه افضل ازود ميه في حبه ميه في حبه ميه على كباب الحله لحد ما يوصل للمرحله دي. بصوا علشان نعمل بقى شويه صوص حلوين كده. كباب الحله حلاوته برده ان الصوص يبقى فيه بزياده. فين الكمتره؟ ثانيه واحده نجيب المغرفه عشان اوريكم اللحم اهي. امتى بيبقى تمام؟ لما اللحمه بتبقى استوت خلاص كده. بعمل الخطوة اللي أنا هعملها دي، بحب أتقل الصوص بمعلقة من الدقيق، معلقة واحدة. بصوا علشان يبقى الصوص تقيل سنة كده. ناخد مصفى علشان ما يكلكعش، مفيش مثلا دقيق ينزل يبقى مكلكع ولا حاجه كده. بصوا الصوص هيبتدي ايه يربط. تمام، حطيتش الكميه كلها لحد ما الاقي الصوص بس بقى ايه كريمي. يعني عارفين الاونيون سوب شوربه البصل؟ شبه القوام بتاع شوربه البصل. واجيب الطاجن او الحله واعمل كده، انقل فيه الايه كباب الحله كله اللي عملته وسويته كله على البوتاجاز وعايزاه يدخل بس ياخد وش. اقوم عامله كده، بسم الله، كده تمام. ممكن ازود شويه دقيق كمان كده، هي معلقه الدقيق كلها ايه حلوه. وعندي البطاطس المتحمره. البطاطس المتحمره دي ممكن اضيفها دلوقتي، ممكن اضيفها كمان خمس دقائق. انا هحب انها طالما متحمره ومستويه اضيفها كمان خمس دقائق. هدخل الكلام ده في الفرن على فرن شغال من الشوايه وشغال يعني من فوق ومن تحت اذا حابين، او يعني اذا ينفع. لو ما ينفعش هتدخليه على فرن سخن يغلي غلوتين ثلاثه وتقومي مشغله الشوايه.
كده نكلم هبة. يا هبة ازيك؟ الو، هاي، ازيك يا هبة؟ شكرا يا هبة، معلش حاولي تكلمينا تاني. تمام، يبقى كده باقي ان احنا نحط البطاطس، هنحطها في الاخر تقريبا تقريبا بتبقى عند التقديم يعني. اذا حابينها شاربة قوي من الطعم مفيش مشكلة، سيبوها من الاول عادي يعني، او هي داخلة كده تقعد مثلا حوالي 10 دقايق في الفرن او 15 دقيقة في الفرن دخلوها معاها عادي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ورق العنب اللي قلت لكم عليه البارد او اليالانجي زي ما الشوام بيقولوا. محتاجين ايه؟ محتاجين نص كيلو من الورق العنب الفريش. طبعا مفيش احلى من ان هو يبقى ورق عنب فريش، بس طبعا اذا مش متاح بنستخدم الفروزن او اللي في البرطمانات. نص كيلو رز مصري، بصله مبشوره، ثلاث طماطميات مبشورين، فص ثوم مفروم، حزمه بقدونس مفروم، ربع كوبايه نعناع فريش، نص كوبايه من عصير الليمون، نص كوبايه من دبس الرمان، زيت زيتون، نعناع ناشف، وملح وفلفل اسود، سماء باودر. في حاجه نسيناها؟ البن. معلقه من البن. اوكي، تعالوا بقى ايه نبتدي كده نعمل الحشوه. الحشوه هنا حشوه بارده، اوكي، بارده ومفيش حاجه فيها بنسخنها ومفيش اي حاجه فيها بنثبتها، وني في ني وحاجه لذيذه جدا. بصوا بقى نحط ايه دلوقتي؟ كل المقادير بتاعتنا اللي انتوا شايفينها هنا دي هنحطها على بعضها. الرز كده على البقدونس. الفرق بقى ما بين اللي احنا عارفينه على طول ان احنا بنحط خضره كتير، لا، هي بقدونس فقط. نعناع اللي هو النعناع الفريش ده كتير، علشان كده طعمه حلو ومختلف ومنعش جدا. هنحط طماطم. الطماطم تزيد او تقل زي ما بتحبي يعني، انت لو عايزه تزودي شويه مفيش مشكله. نحط البصل. ما تحطيش صلصه، هو مش المفروض ان هو يبقى في اللي هو المحمر من جوه ده، لا، هو خضرته قليله، الطعم فيه واضح وصريح، نعناع والتوابل بتاعته اللي احنا هنحطها دلوقتي. نحط شويه من عصير الليمون كده. هنحط شويه من دبس رمان كده. هنحط معلقه البن اللي قلت لكم عليها، ومعلقه البن دي عايزه اقول لكم اني كنت ضدها في الاول، اوكي، لحد ما ايه عملت البارد بيها يعني. معلقه البن من الحاجات اللي لما حطيتها في ورق العنب السخن يا ما فرقتش يا ما حسيتش يا ما بلاش يا ملهاش لازمه يعني كده، لكن لما حطيتها هنا وضحت لي الطعم جدا، طعم كل حاجه. دي حلاوه البن، معلقه البن اللي اتحطت، وده بن عادي بن تركي، تقوموا حاطينها كده مع الحركات دي توضح لك طعم كل حاجه، وملهاش طعم محدش هيعرف خالص، بس حلو قوي. ثوم والملح والفلفل. هدلق الليمون حالا. نجيب معلقه ونقلب. لا، هو كده تمام. لا لا، لو حد حابب يزود طماطم مفيش مشكلة. زيت زيتون. احنا عندنا رز. طيب،
لو عندي رز هزود الرز بس علشان البهارات ما تبقاش كتيره، لو ما عنديش خلاص ما فيش مشكله. انا قلت وكله تمام. هلبس بس الجلوز علشان نحشي، واقول لكم ازاي بنسقيه. طبعا الحشوه الطبيعيه العاديه بتاعتنا ما فيهاش اي حاجه جديده. دبس الرمان وزيت الزيتون والسماء والبن والبهارات بيغمقوا شويه الايه الحشوه كده. فنعمل كده، نحشي برضو ما نكترش الرز قوي. الحشوه العاديه كده، ونقفل من الجناب بالشكل ده. هحب ايه اقفل عليها كويس كده. ناخد الحله بتاعتنا ونبتدي ايه نرص فيها بالشكل ده. هنحشي تاني كده. يلا بينا. ما تحشوش بزيادة قوي علشان الرز لما يستوي ما تحسوش انه مليان رز. هو اليالانجي بيبقى رز قليل اكتر من العادي كده. ندم يلا بينا. الحمد لله. تعالوا بس عايزه ابص الاول على كباب الحله اللي على النار هنا. بصوا دي مرحله من المراحل. البصل الكتير هو اهم حاجه. نزود الميه ونعمل كده. كفايه كده حشو، كلنا عارفين بنحشي ازاي وشفنا الفكره. تعالوا نشيل الحاجات ونشوف ازاي هنسقيه. نفتح ونشوف الاخبار هنا ايه. هي دي المرحله اللي عايزه اوريها لكم. بصوا عشان الفرن مفتوح من فوق ومن تحت. تعالوا نروح الفرن. شايفين وش الحله عامل ازاي؟ بصوا يدي الوش الجراتان ده من فوق ومحمر كده ولذيذ قوي فلطيف. وتلاقوا الرز بقى ابتدى البطاطس كمان ابتدت بقى تشرب وبتاع، فبتبقى حاجه لذيذه جدا. يلا نحط البطاطس بقى دلوقتي. نطلع كده البطاطس في المرحله دي، احب احطها علشان تبقى ايه نص ونص كده، يعني تاخد نص تحميره ونص من الصوص كده اهو بالشكل ده، واسيبها تكمل وتعيش حياتها. نيجي بقى للمرحلة بتاعة تسوية ورق العنب. طيب ايه بقى الصوص اللي هنسوي بيه؟ فين ال احنا عندنا جارز هنا. عندي جار. طيب يلا. اوكي. يلا بينا. هنحط بقى هنا ايه عشان نسقي؟ شوية زيت زيتون محترمين. الحاجات دي ريحتها وطعمها بيجي، يعني طعمها المتميز وريحتها المتميزة من جودة زيت الزيتون. اوكي نعمل كده. ننزل كل دبس الرمان على زيت الزيتون. ندوب كده الاتنين في بعض.
هنحط كمان ميه، مش هنحط مرقه، نعمل كده. زي ما انتوا شايفين كده مفيش سمنه، مفيش حاجه هتخليني مش عارفه اكله بارد، هو ده المطلوب، انا عايزه اكله بارد فيبقى فيه لمعه، يبقى فيه طعم النعناع واضح، الفريشنس دي او ان طعم الحاجات والخضره فريش، ويفضل بجودته وبطعمه الحلو لما يخرج من التلاجه. يلا بينا نحط بس ملح ونحط فلفل، ممكن نحط سماء او بهارات معينة احنا بنحبها، لكن كده هيبقى تمام جدا. انا حطيت مية دافية بالشكل ده، نغطي ورق العنب زي ما احنا شايفين، بياخد مية ازيد سنة عشان يبقى اطرى من العادي، انا عايزاه يبقى طري شوية، تسويته سنة سنة بتبقى زيادة مش كتير. عايزين نحط كمان طبق كده، يا رب ايه يجي مقاسه. لا ايه، لا لازم طبق، عايزه اكبسه بطبق بس. اوكي نحاول نكبس بده كده، وانتوا خدوا الفكره ويعني طبقوها في حاجة أكبر سنة بحيث إن هو يتكبس، كلنا عارفين حركة الطبق مفيش مشكلة، ونغطي ونوطي عليه لحد ما يستوي ويتاكل بارد. بيتقدم بقى عليه زيت الزيتون، الليمون، نعناع كده فريش، شوية رمان لو في رمان، بس طبعا مفيش رمان في السوق دلوقتي. فبصوا بقى سلطة زبادي، بصوا ده الشكل التقليدي، علشان ناخد بقى شوية، ممكن شوية دبس رمان. خلاص عايزة حبة بس على الوش، حط عليه كده بقى شوية من زيت الزيتون. شوية من شرايح الليمون كده، يلا كفاية ليمون كده. تعالوا نبص على الرز ونشيل كل الحركات بتاعتنا من قدامنا. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا نقلب بقى الرز كده التقليبة. اوكي يلا نبص على الرز مع بعضينا، مش هقلب الرز لما تبصوا معايا عليه اهو. حتى بص الحركة دي بالظبط. يلا بصوا، بصوا جمال الالوان بتاع الرزاية الواحدة والواحدة، وريحة الرزاية الواحدة والواحدة، أو حبة وحبة، حاجة تجنن. نغرف الرز بقى بالمرة، خلاص احنا اوريدي ايه خلصنا يعني، يلا بينا. والله ريحته تحفة، هنطلع اللي في الفرن خلاص أول ما نخلص، ما قداموش حاجة، هو اوريدي يعني قرب يخلص. أنا بس عايزة أوسع لنفسي عشان أعرف أغرف الرز، ثانية واحدة، بما اننا خلاص مفيش فواصل، فايه الساده المشاهدين بيشاركوني كل يوم عمليه نظافه وترويق المطبخ قبل ما اختم، فهم واخدين على كده عادي. شفتوا بقى لما قعدنا نحمر في حبة الرز اللي اخدوا مننا وقت اطول دول،
نشيل الحبهين لو احنا بنغرف، علشان ايه الناس بتتضايق قوي من موضوع الحبهين ده. بس هو ده اللون المظبوط، وما ينفعش يطلع احلى يعني افتح من كده، هو ده اللون الصح. نطلع كمان كباب الحلة ونبقى خلصنا. ساعات الناس مجرد انها تشوف مثلا حاجة زي كده تبقى يعني ياه افتكرناه، والله بقالنا كتير ما عملناهوش. ما بتبقاش يعني طريقة، على قد ما انا ساعات بحب افكركم بالحاجات اللي ممكن تكون بطلنا نعملها، او بقينا نستسهل الرز بالشعرية، او نستسهل اننا نعمل اي نوع رز عادي، رز ابيض. فجنب كباب الحلة بالبطاطس حبة الرز دول بقى مش عايزة اقول لكم هيبقوا حلوين ازاي. الرز خلص، يلا بينا نجيب بقى كمان كباب الحلة من الفرن. اوكي يلا بينا. بسم الله. كباب حلة بالبطاطس خطير كده، شايفينه كويس صح؟ اوكي البطاطس على الوش، اللحمة تحت. عايزه اقول لكم بقى مهريه وخطيره، تعالوا نبص عليها مع بعضينا. يلا بينا بصوا الصوص كريمي ازاي، بصوا بصوا حلاوه الصوص. تعالوا نجيب سكينه او شوكه، بصوا اللحمه مش عارفه اقطع كويس، بس يعني نفسي اقطع بايدي عشان اوريكم هي عامله ازاي. بصوا استنوا في حته تانية هتبقى احلى من كده، اهي اهي استنوا. اوه سخنه جدا عليا مش قادره. يلا بينا نوطي النار. حاضر. دبس الرمان اهو، عشان كنت عايزة احط شوية مع التقديم دبس رمان كده على الايه كده اهو، تقدم مع زيت الزيتون دبس رمان على الوش، ولا احلى ولا اجمل. عملنا ايه النهارده؟ ايه اقول لكم عملنا ايه النهارده؟ عملنا كباب حله بالبطاطس، وشوحنا كباب الحلة كويس قوي، يعني اللحم بتاعت كباب الحلة دي شوحناها كويس جدا 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 لحد ما اخدت لون حلو قوي قوي قوي. وبعدين شوحنا البصل، المفروض ان انتوا تشوحوه في نفس الحلة بعد ما تشيلوا اللحمة. وبعد كده بنحط بقى المية ونسيبها واحدة واحدة تستوي لحد ما تبقى خلاص دخلت في سوا مظبوطة. تمام. نتقل الصوص بمعلقة دقيق، بنحط مرقة لحمة بتدي طعم حلو قوي. التوابل اللي حطيناها كانت توابل لذيذة وبسيطة، ممكن جوز الطيب، ممكن نحط طبعا الملح والفلفل الاسود، ممكن نحط 7 بهارات، عايز تحطي قرفة تمام جدا، في حاجات كده بتليق وبتبقى لذيذة قوي. ما تنسيش قرن فلفل اخضر، ما تنسيش الفلفل الرومي بيدي نكهة تجنن.
وتقلنا الصوص طلعناه حطينا بطاطس محمره علشان تدي الطعم ده، يعني ما كنتش بقعد اكل لحمه وصوص، لا عايزه اكتر الاكله، فحط لها بطاطس محمره مكعبات كده نص تحميره او تحميره كويسه، وبعدين انزلها في الصوص واسيبهم شويه في الفرن. عملنا كمان جنبها رز حبه وحبه، وده رز تقليدي جدا كل الناس عارفه بتعمله ازاي. عملنا كمان ورق عنب يلانجي بيتاكل بارد طعمه خطير. ممكن اوريكم مثلا صباع كده من جوه علشان تشوفوا ازاي بيبقى حلو. تعالوا يلا بينا. بصوا هو اصلا بيبقى بيلمع، بيبقى حلو قوي. بصوا الحشوه ما هياش حشوه لونها محمر زي اللي احنا متعودين عليها، نكهة النعناع وريحة دبس الرمان وريحة النعناع والروايح بتاعة زيت الزيتون بتدي طعم مختلف تماما عن اللي احنا متعودين عليه. بيتقدم بالليمون وبنعصر عليه شوية ليمون محترمين كده وزيت زيتون، وبتبقى حاجة خطيرة. بصوا بقى اللي عملناه على النار هنا، بصوا كل دي مرحلة من المراحل اللي هي كانت قبل ما ايه، قبل ما انتقله. بفضل احط له في مية، افتح واحط مية، افتح واحط مية، لحد ما يوصل لان هو خلاص اللحمة استوت. الصوص بتقله شوية، لو لقيتي الصوص منك مش غامق قوي وانت عايزة تغمقي شوية، ممكن تروحي حاطه شويه من دبس، مش دبس، لا الصويا صوص. الصويا صوص ما بتديش طعم قوي بس بتدي ملح، بتدي سنه ملوحه زياده، فخدي بالك وانت بتظبطي الملح. فلو حابه تظبطي اللون اظبطيه بالصويا صوص، لكن المفروض ان اللون يطلع منك مظبوط زي اللي احنا عاملينه بالتحمير بتاع البصله، بتحمير اللحمه بشويه البهارات، هي دي التركايه اللي في اللون. ف يعني يا رب الوصفات النهارده تكون عجبتكم وتكونوا انبسطتوا كده بيها وحاسين ان احنا عملنا حاجات لايقه على بعض، لان انا دايما بهتم انه لما نعمل اكلات تكون لايقه على بعض، احتمال حد ياخد الطبق زي ما هو كده، يعني اللي هو بكره هنعمل كباب حله واعمل لنا كمان ورق العنب اليالانجي نجربه وهو موجود في الثلاجه، هتلاقوا نفسكم بتسحبوا منه وبتطلعوا منه وبتاكلوا جنب كل الاكلات، ولذيذ في العشاء ولذيذ جنب الجبن ولذيذ جنب اللبنه ولذيذ جنب كل حاجه. انا بحب جدا المطبخ الشامي، من الاكلات من المطابخ اللي باخد منها دايما جنب الاكل، مقبلاته لذيذه جدا. موضوع التبوله والفتوش واليلانجي والكبيبه والسمبوسك والحشوات المختلفه، كل الحاجات دي بنقدر نحطها جنب الاكل وبتبقى لذيذه جدا. فانا بحب دايما ايه، انا بحب مطبخ الشامي ومقبلات المطبخ الشامي ادخلها كده معانا، وخصوصا في الحر اللي احنا فيه، علشان احنا مش عارفين نقابل الحر ده بانهي نوع من انواع الاكلات، فبندور كده على حاجات بارده وحاجات ساقعه وحاجات لذيذه وخفيفه. كباب الحله من الاكلات الخفيفه، على قد ما هو خضار او يعني طبخه سخنه، على قد ما هو خفيف، وهتحس ان انت بتاكلي لحمه وصوص وبطاطسايه وحبة رز، في حاجات لذيذة قوي. حلقة النهاردة كانت لذيذة جدا كالعادة، يا رب تكونوا انبسطتوا واستفدتوا واستمتعتوا. اشوفكم بكرة على الهواء على خير ان شاء الله. ما تنسوش تتابعونا على السوشيال ميديا، انستجرام فيسبوك ويوتيوب، وصفحتي الشخصية دعاء السما النودي بالعربي والانجليزي على انستجرام وفيسبوك. اشوفكم بكرة على الهواء على خير ان شاء الله. باي باي.